وسعدتم صباحا سيدتي وسادتي، اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد نصل فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه العربيه الدوليه. ونبدا بالعناوين. جاء في المدى: اطراف عراقيه قريبه من طهران كانت تعلم بموعد قصف اربيل وكتمت السر. في عربي 21 عنونت: مقتل اكثر من 2000 شخص في ماريوبول وروسيا تواصل التقدم. وول ستريت جورنال نتصفح فيها: الهجمات الصاروخية على أربيل مصدرها إيران. بوليتيكو. وفي بوليتيكو: أمريكا رفضت تدريب جنود أوكران خوفا من التصعيد. ونقرأ في القدس العربي: استعدادات أمريكية لهجوم كيماوي روسي محتمل في أوكرانيا. ساندي تايمز عنونت: المخابرات البريطانية عبرت عن مخاوفها من علاقة جونسون مع ثري روسي ونجل جاسوس سابق. وأخيرا CNN عنونت: العالم يتجه نحو أزمة غذائية والملايين سيعانون. أهلا بكم، ونبدأ من موقع الهيئة نت، حيث تتواصل جهود إظهار مناقب الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمد شهاب أحمد العبيدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكانت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين في العراق قد أصدرت نعيا للدكتور العبيدي ضمنته سيرة حياته وجهوده العلمية. بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، تنعى هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي العالم والفقيه وأستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة العلوم الإسلامية بجامعة بغداد سابقاً، الذي وافاه الأجل اليوم الاثنين 4 شعبان عام 1443 هجرية، الموافق 7 آذار مارس عام 2022 للميلاد في القاهرة بمصر، عن عمر نهز 81 عاما. ولد الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمد شهاب أحمد العبيدي رحمه الله تعالى عام 1941 ميلادية في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، وأكمل دراسته الأولية في مسقط رأسه، ثم حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة بغداد عام 1964، ونال شهادة الماجستير من الجامعة نفسها عام 1974، ثم حصل على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد عام 2003. عمل الفقيد رحمه الله في التعليم الثانوي من عام 1959 ميلادية حتى عام 1980، ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة بجامعة بغداد من عام 1980 وحتى عام 2000، ودرس فيها الفقه وأصول الفقه ومادة الحاسبة الإلكترونية، ثم سافر عام 2000 إلى اليمن والتحق بكلية الشريعة بجامعة الأحقاف في محافظة حضرموت، وبقي فيها حتى عام 2005، حيث ترك العمل فيها وسافر إلى مصر واستقر فيها وتفرغ للعمل معداً ومقدماً لبرنامج حوار في الشريعة بقناة الرافدين الفضائية حتى عام 2014، حيث أقعده المرض عن مواصلة جهوده العلمية والدعوية. وقد أشرف الفقيد رحمه الله على عدد من طلبة الدراسات العليا في بغداد في علوم الفقه وأصوله، وناقش كثيرا من رسائل الماجستير والدكتوراه، وتولى مدة من الزمن مسؤولية معاون عميد كلية الشريعة في الثمانينات الميلادية من القرن الماضي. وللدكتور العبيدي فضلا عن جهوده العلمية جهود دعوية وثقافية متنوعة تدل على سعة مداركه وتعدد مواهبه، فقد كان قارئا مجيدا للقرآن وله صوت جميل وتسجيلات، وخطاطا وعضوا في جمعية الخطاطين العراقيين،
ومشاركات في برامج الفتوى وغيرها في التلفزيون العراقي قبل غزو العراق واحتلاله، فضلاً عن إلمام واسعاً بعلوم العصر ومعارفه، واهتمام كبير بنواحي الثقافة الإسلامية المختلفة نجدها ماثلة في الحوارات واللقاءات التي كانت تجريها معه وسائل الإعلام والصحف والمجلات العربية. وللفقيد أيضاً مؤلفات وبحوث ودراسات عدة نشرها في مجلة كلية الشريعة ببغداد وغيرها من المجلات العلمية، ومن مؤلفاته البارزة رسالته للماجستير الصيد والتذكية في الشريعة الإسلامية، ورسالته للدكتوراه الكفالة في الشريعة الإسلامية. ورحم الله الأستاذ الدكتور عبد الحميد حمد العبيدي، وتقبل منه جهوده وعلمه وعمله، وجعلها شاهدا له وسبيلا إلى جنات النعيم، وأخلف لبغداد وأهلها وطلبة العلم في العراق والأمة جميعا علماء ودعاة يحفظون علوم الشريعة ويسعون في نشرها. ونقرأ من صحيفة الميثاق مقالا للكاتب أحمد صبري تحت عنوان المجاهد حارث الظاري، وقفة استذكار للمجاهد حارث الظاري أجمع العراقيون على محبته. جاء فيه: لم يكن الثاني عشر من شهر آذار عام 2015 يوما عاديا إطلاقا في مسيرة العمل الوطني، ففيه فقدنا مجاهدا ورمزا للفعل المقاوم، وخسرنا مظلة كان الجميع يستظل بها، إنه المجاهد الراحل حارث الظاري الذي نستعيد بألم اليوم ذكرى رحيله السابعة. تحول الانشغال الشعبي برحيل الشيخ حارث الظاري إلى مناسبة لتأكيد حضوره وأصالة مواقفه الوطنية في مشهد أجمع العراقيون على محبته كرجل موقف وقضية لم تنل منه معاول الهدم والإغراءات، وبقي صامداً متمسكاً بموقفه الرافض للاحتلال وعملياته السياسية. إن السنوات السابع التي أعقبت رحيله شهدت صواب رؤيته لحال العراق وتمسك إخوته في قيادة هيئة علماء المسلمين بمنهج عمله، ومنحتهم شحنة من ذات الخزين الأصيل الذي نهلوا منه في مواجهة عاديات الزمن، وما زاد من مكانة وأهمية الراحل ودوره الوطني وعمق علاقته بالقوى الوطنية تعداها إلى دول الجوار العربي والخليجي الانشغال الشعبي برحيله والإجماع الوطني من خلال مشاركة آلاف العراقيين في الأردن حيث ووري جثمانه الثرى، فضلاً عن إقامة مجالس العزاء في عدة عواصم عربية وإسلامية كرست لتأبين الراحل وإظهار مناقبه الوطنية. وإذا توقفنا عند مسار الأعوام السبع التي أعقبت رحيل الظاري، فإن المبادئ والقيم الوطنية التي ضحى من أجلها الظاري وأفنى عمره من أجل تحقيقها ستبقى نبراساً وعوناً لرفاقه الذين حملوا الراية من بعده ويسيرون على نهجه، وما يدعونا للاطمئنان والثقة أنهم على الدرب سائرون. يضيف الكاتب: وبقدر ما كانت الخسارة موجعة بفقد رمز كبير من رموز المقاومة العراقية الوطنية، فإننا على ثقة تامة أنها بذات الوقت كانت حافزا لحاملي الراية من بعده التمسك بإرث ومواقف المجاهد حارث الظاري رحمه الله، ما يجعلنا مطمئنين جدا على أنه باق في قلوبنا ومواقفه دليل عمل للجميع. تبنى الحرس الثوري الإيراني أمس الأحد قصفاً على مدينة أربيل ب12 صاروخاً باليستياً، فيما قال مجلس وزراء إقليم كردستان إن القصف استهدف موقعاً مدنياً قريباً هو قنصلية أمريكية قيد الإنشاء، والذي هو قرب مبنى القنصلية الأمريكية الحالي. تقول صحيفة القدس العربي إن الهجوم أثار خضة سياسية في العراق برمته.
تشير التصريحات إلى أن الأطراف السياسية العراقية باستثناء المحسوبة بشكل مباشر على إيران اعتبرت أن الهجوم الإيراني بغض النظر عن المعلن من أهدافه يستهدف سيادة العراق، كما يستسهل توظيف تقسيمه إلى كرد وعرب، كما أنه يستصغر سيادة الدولة العراقية ويزج سماء وأرض العراق ومقدساته على حد ما يقول الصدر في الصراعات السياسية والأمنية والعسكرية. يبدو أن ردود الفعل العراقية الآنفة كانت في خلفية تقرير بثته قناة تلفزيونية لبنانية تابعة لحزب الله، ينفي أن يكون الهجوم مرتبطاً بمقتل ضابطين في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية في سوريا، وهو نفي غريب فعلاً. فما الداعي لإنكار هذا الربط؟ وماذا يهم ما خطر في بال قادة الحرس الثوري إذا أدى لاستنكار عراقي وعربي ودولي وأصاب مقراً جديداً للقنصلية الأمريكية قريباً من القنصلية الحالية؟ ربما لأن الربط يقتضي أن يقوم الحرس الثوري بالرد على مقتل الضابطين الإيرانيين في سوريا نفسها حيث وقع الهجوم الإسرائيلي، أو وهذا المنطقي أكثر أن يتم الرد في إسرائيل نفسها. ردود الفعل العراقية تشير إلى إحساس كبير بالجرح الوطني المفتوح الذي يجعل سماء البلاد وأراضيها مكانا سهلا لتنفيذ العمليات العسكرية ضد خصوم إيران في الوقت الذي تقوم فيه بمفاوضتهم على إعادة الاتفاق النووي، وبالتالي التطبيع معهم ولو على حساب العراق وشعبه واليمن ولبنان وسوريا. في الموضوع ذاته، أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الهجمات الصاروخية الأخيرة على مدينة أربيل العراقية التي وقعت فجر الأحد مصدرها إيران. قالت الصحيفة في خبر أسندته إلى مسؤولين أمريكيين إن الصواريخ التي سقطت قرب المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية قيد الإنشاء في أربيل مصدرها إيران، وأكد المسؤولون الأمريكيون عدم تضرر المبنى وعدم إصابة أي موظف أمريكي. ولفتت الصحيفة إلى أن الميليشيات المدعومة إيرانياً في العراق نفذت سلسلة هجمات باستخدام المسيرات والقذائف الصاروخية في الأعوام الأخيرة، لكن حدوث هكذا هجمات انطلاقاً من الأراضي الإيرانية أمر نادر الحدوث. وأعلن وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي الأحد عدم تسجيل أي إصابات جراء الهجوم. وتتعرض المصالح الأمريكية وقواتها وقوات التحالف الدولي إلى هجمات متكررة ملحوظة في العراق. يشير تقرير لشبكة CNN الأمريكية إلى أنه بعد أسبوعين تماماً من غزو روسيا لأوكرانيا ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية الرئيسة المنتجة في المنطقة بشكل كبير وملحوظ، وتشكل روسيا وأوكرانيا معاً ما نسبته 30% من تجارة القمح العالمية، فيما تركت الحرب الصادرات الزراعية في خطر. الرئيس التنفيذي لشركة يارا سفاينتور هولسيثر يتوقع آثاراً غير مباشرة على الإمدادات الغذائية العالمية، وقال هولسيثر إن العالم يتجه نحو أزمة غذائية يمكن أن تؤثر على ملايين الأشخاص، وأضاف أن التكاليف أصبحت مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استمرار العمليات على نطاق واسع في أوروبا، مشيراً إلى أنه غير متأكد من موعد عودة الإنتاج الأوروبي بكامل طاقته مرة أخرى. وقال وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع إنهم ما زالوا مصممين على فعل ما هو ضروري لمنع أزمة الغذاء والاستجابة لها، لكن خوفاً من النقص تتجه البلدان بالفعل إلى الداخل، ما قد يترك في النهاية كميات أقل من الغذاء للمحتاجين. وحتى قبل أن تشن روسيا غزوها على أوكرانيا كان نظام الغذاء العالمي متوتراً
وأدت سلاسل التوريد المزدحمة وأنماط الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها غالباً نتيجة لتغير المناخ إلى دفع أسعار الغذاء بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي عقد من الزمان. وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في تقرير نشره إن القمح الأوكراني كان ضرورياً لإطعام السكان في البلدان الأخرى التي تواجه صراعات محتدمة بما في ذلك أفغانستان والسودان واليمن. ننتقل إلى مجلة بوليتيكو حيث نشرت المجلة تقريراً قالت فيه إن البنتاغون تراجع عن خطط إرسال جنود أمريكيين لتدريب القوات الأوكرانية في كانون الأول ديسمبر وسط المخاوف الأمريكية من أن تؤدي هذه التحركات إلى استفزاز روسيا. نقلت المجلة عن شخصين على معرفة بالنقاش قولهما إن وزير الدفاع لويد أوستن ضغط على الرئيس جو بايدن للمصادقة على المهمة، وأخبر مسؤول عسكري بارز للمشرعين في مجلس النواب أن البيت الأبيض قلق من إرسال قوات قد تساهم في زيادة الوضع السيء مع روسيا، وكان الغرض من إرسال القوات هو تدريب الأوكرانيين على حرب العصابات وأساليب الحرب غير التقليدية وبطريقة منفصلة عن عمليات التدريب الأمريكية الرسمية في مركز يافوريف للتدريب القتالي غرب أوكرانيا حسب ثلاثة مصادر. وأرسلت أمريكا ولعدة سنوات صواريخ جافلين المضادة للدبابات وساعدت الأوكرانيين على التعامل معها، ومنذ عام 2015 درب أصحاب القبعات الخضر والحرس الوطني الأمريكي القوات الأوكرانية في مركز يافوريف، وشاركت القوات الأوكرانية الخاصة في تدريبات مكثفة وفي مناورات عسكرية إلى جانب القوات الأمريكية والناتو وبعمليات مشتركة مع بريطانيا والنرويج وعدة دول من البلطيق. التقارير كشفت من أوكرانيا أن القوات هناك باتت تعتمد على الوحدات الصغيرة لمواجهة القوافل العسكرية الروسية، ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث يحضر الجنود الأوكرانيون أنفسهم لحرب طويلة الأمد. وفي خبرنا اليوم من الجزائر تحديداً في منطقة المحمدية في الضاحية الشرقية للعاصمة، لا يتوقف ضجيج الآلات على مدار الأيام لإتمام تهيئة محيط مسجد الجزائر الأعظم الذي يستعد لبدء خدمة المصلين في وقت يبدو قريباً جداً. وقد انتهت الأشغال الكبرى المتعلقة ببناء الصرح الضخم هذا وتجهيزه من الداخل قبل نحو سنتين ونصف السنة، ولم يتبقى سوى تهيئة الطرقات المحيطة به وإتمام إنجاز الحديقة المحاذية له وربط المسجد بجسر يقطع الطريق السريع ويوصل إلى متنزه بحري ذي إطلالة أخاذة على خليج الجزائر. ولعل أهم ما أوحي باستعداد مسجد الجزائر لبدء الخدمة تعيين الرئيس عبد المجيد تبون للعميد الذي يشرف عليه ورفعه لرتبة وزير، وهو منصب يراد من خلاله استحداث مرجعية جزائرية دينية على غرار شيخ الأزهر في مصر، في ظل الحديث المتكرر عن ضرورة الحفاظ على المذهب المعتمد في الجزائر من التيارات الدينية الدخيلة. وقد وقع الاختيار على الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني لتولي هذه المهمة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.